معلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لازلنا نتواصل مع حضراتكم في هذه الانطلاقات وضمن انطلاقات هذا المهرجان السنوي والختامي الكبير الذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيضا نتواصل ضمن هذه التواصلات من الزملاء المعلقين ضمن هذه الانطلاقات المستمرة والمتواصلة هنا على أرضية هذا الميدان. نبدأ مع هذه الأمسية التراثية الجميلة ومع هذا الشوط الخامس عشر المخصص للحقائق البكار ضمن أشواطنا المفتوحة، ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط. سيطرة تسيطر على المقدمة، تعود ملكيتها لصالح بن حمد القمرة. أيها الإخوة الأفاضل، يسيطرون على هذا الشوط وخاصة من سلطنة عمان الشقيقة. الله، الناموس، الناموس يا الجحافي حمود بن عبد الله بن سالم. الجحافي هو من سيطر، هو صاحب الكلمة. انفردت ما شاء الله. التوقيت الزمني، التوقيت الزمني مشاهدين الكرام في خطر أيها الإخوة الأفاضل. هذه مشاهدين الأفاضل، الشاهينية تصل بأمان وسلام. تهانينا لمالك الشاهينية سيد حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي المركز الثاني. وصلت في المركز الثاني مشاهدين الكرام الذهبة لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي المركز الثالث. وصلت في المركز الثالث مشاهدينا الكرام، تصل منصورة لسالم بن حميدي العميمي الشامسي. أما المركز الرابع، تصل في المركز الرابع مشاهدينا الأفاضل سمحة لسالم بن محمد بن حران ألف هيدا المري. أما المركز الخامس عند علي بن راشد بن علي المعاضي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية، قاطعة مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدر 6 دقائق 13 ثانية جزء واحد من الثانية. نهني حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي من سلطنة عمان الشقيقة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصلت هنا في المركز الثاني؟ وصلت في المركز الثاني ذهيبة، قطعت المسافة في 6 دقائق 17 ثانية 7 أجزاء من الثانية. نهني مالك الذهيبة السيد خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي. أما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، فوصلت في المركز الثالث أيها الإخوة منصورة، قطعت المسافة في 6 دقائق 18 ثانية 9 أجزاء من الثانية. نهني مالك منصورة.